ايه رايك بصراحه؟ الاسود عليك مخليك شبه الملايكه. سواء فوق عريان شويه قوي جدا. ايه ده؟ ما تحبنيش البس عريان؟ الحقيقه اصل اي واحده مش محجبه بتزعط من نظري. بص الفستان ده انا كنت بتفرج عليه دلوقتي، وكمه طويل وقطنه بينضف النضاره هايل تحفه. عايزه هيعجبك. ها ايه رايك؟ وحش قوي يا ابني. هو مش انت اللي منقيه؟ لما اتلبس بقى شكله مختلف. لا 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 وحش وبكمه طويل ومقفل. ايه ده؟ انت لسه دلوقتي حالا قايل انك ما بتحبش القصير. حبيته. طب حاجه جات لك يا سويتي. القصير كان مبين ركبك. وانت عايز تشوف ركبي ليه؟ مش كده يطلع عندك فلات فوت ولا حاجه؟ ايه ده؟ مفيش. ده صاحب المحل كان ماسك بطنه واضح انه بيرجع في البروفه، تلاقيه شارب على الصبح. طب يلا 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 نمشي. طب ممكن اقيس بس الفستان ده بليز؟ لا فستان ايه دلوقتي؟ بليز قصير؟ يلا نقيسه. يلا يا سايكو. مساء الخير. مساء النور. انا هشتري الحاجات دي بس كنت عايز اطلب من حضرتك طلب. امر يا فندم. ممكن تروح تنادي لي من هناك؟ نعم. اقصد تيجي كمان شويه تنادي لي من هناك؟ اذا كان كده بسيطه. اصل انا معايا خطيبتي وعاملاها مفاجاه والله. يعني اروح هناك كده دقيقتين ثلاثه وتعالى نادي. حاضر يا فندم. يكرمك. تمر. لو ما رضيتش اجي معاك شدني بالعافيه. نعم. تلاقيش تشدني بالعافيه دي مفاجاه مفاجاه. ما ينفعش يا فندم. يا سيدي ما تقلقش شدني بس. حاضر يا فندم. قول لي عايزك في حاجه وبتاع واسحبني. تحت امرك. ربنا يكرمك. لو ما اتسحبتش معاك اشتمني. لا 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 يا سيدي ما تخافش. تخافش تلاقش اشتمك. اشتمني حد لاقي. صح يا فندم. مالكش دعوه بس حيوان سافل اللي انت عايزه اشتمني. اشتم براحتي يعني. براحتك. خلاص اللي تشوفه. دقيقتين ثلاثه كده اول ما غير هدومي تجيلي. ها تحت امرك. الله يكرمك. انا مسالم جدا ما تخافش. لو سمحت يا فندم ممكن تتفضل معايا؟ عايز حضرتك. عايز حضرتي فين؟ عايز اقول لك على حاجه مهمه. ما تقول واحنا واقفين. ما ينفعش. هنا يلا بينا. ايه ده؟ ازيدك. يلا بينا يا حيوان. ايه؟ ايوه حيوان. حيوان وقليل ادب وسافل وبيئه كمان. انت اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اسمي محي. طب يلا محي. يلا يلا محي. يلا. مين السافر اللي عمل فيكي كده؟ اكيد الحيوان اللي وراكي ده. جزمه. ربنا ينتعك بالسلامه. محي. ايوه محي. تعالى يا محي. ايه ده احنا رايحين فين؟ هقول لك يا محي. ايه رايك؟ شفت اشتريت ايه؟ اللي انت عامل في نفسك ده؟ شفتي؟ اشتريت شويه حاجات. ما اشتريتش حصان ليه بالمره؟ ما لقيتش. ما بيعوش هنا حصان. قولي ايه الاخبار؟ ايه ده؟ انت اتجننتي؟ لابسه فستان ابيض؟ فستان ابيض؟ ابيض؟ ده وحش قوي. نعم يا روح امك. ايه قله الادب دي؟ قله الادب في عينك. انا من دقيقه بالظبط منقيها قدامك وقلت لي خش يا سي. لا ده كان احمر. لا ما كانش احمر. انت اللي دماغك فيها حاجه متخلفه. انا خلاص زهقت وعصبي تعبت بجد من الطريقه دي. يا مجنون. ايه ده؟ الله. ما كانش ابيض قوي كده. ده كان احمر. ابيض. ابيض ايه؟ ابيض لا. مجنونه دي. ابيض لا. ابيض لا. اسود.
يا برنس، ندى ما تقبلش الاسم ابدا ابدا على ثلاثة. تقبل الاسم على أربعة يا برنس. بس ندى ما تقبلش الاسم على ثلاثة يا سمسم. لا قبلت والله. قبلت يا دكتور قبلت، بس هيبقى في شوية كسور كده. كسور؟ واضح يا سمسم ان انتوا الثلاثة اتعلقتوا بندى، والا ما كنتوش جازفتوا المجازفة اللي كان ممكن تكشفكوا دي. طيب ممكن اعرف ازاي قسمتوها بينكم؟ يعني اتفقنا انه كل واحد فينا يخرج معاه يومين في الاسبوع، البرنس سبت وثلاث وبيبو حد واربع، وانا اثنين وخميس. طب والجمعه؟ لا الجمعه صيانه. صيانه. طب والجمعه؟ لا الجمعه صيانه. شغال صيانه. شغال. عايز تقول حاجه؟ لا انا عايزك انت اللي تقول يا سمسم. عايزك تقول الحاجه اللي انت بتحسها لما بتشوف ندى ومش قادر تقولها. ممكن اقول عارفة احلى حاجة فيكي ايه؟ انك تساوي عينين بتيجي فيه. قمر ده اللي تتساوي بيه. يلا 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 معايا. نعم 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 دكتور. طب يلا ان شاء الله اموت في هواك ان شاء الله. ده كتير عليا الحب ده والله. هتلاقي افضل من كده ايه؟ طب يلا ان شاء الله اموت في هواك ان شاء الله. انا بحبك قوي يا دكتور. وانا كمان يا سمسم بحبك قوي. برضو ما بتردش. يعني يوم ما نتفق احنا الثلاثه مع بعض ما تردش، ده ايه الحظ ده بس؟ عمرها ما هترد بعد الخلاط اللي هي اتضربت فيه ده. مخروبه. حاول تاني. هات انا هحاول. الو ها ندى. الله ايه ده؟ اشمعنى ردت عليه هو وانا لا؟ ترديش على الموبايل ليه؟ معلش يا ريت، اصل ماما تعبانه قوي بقالها كتير. سو نايس. طب وهي كويسه؟ بقول لك تعبانه يا ريت، انت ما بتفهمش. طيب كويس، انا جاي لك دلوقتي حالا. افتح الباب. انا مش رايح في حته. مين اللي عايز يروح؟ هنا. ماشي، بس انا ما اعرفش عنوان بيتها فين. روح هات ورقه وقلم وهرسمه لك بالشبه كده. يلا. بجد؟ حاضر. بقول لك ايه؟ الواد ده مش هيعرف يتصرف، وانا مش هروح، انا ما اضمنش، وما هتكون عيانه بمرض معدي ولا حاجه، وانا مش ناقص، انا هكتب لك انت العنوان وروح. انا بيس. جبت لك كل الزنبراكس اللي في السوق. الحمد لله لقيته. ميرسي يا وارد، اتفضل. الف سلامه عليك يا منى، الف سلامه. الله يسلمك يا ابني. شفتي يا ماما؟ رضا جاب لنا الدواء اللي ما كناش بنلاقيه. بليز. انا متشكره قوي يا ابني. طيب يا حبيبتي، احنا قاعدين بره في الصاله، لو عايزه اي حاجه قولي جزر بس. متشكره قوي. تشاو تشاو حبيبتي. متشكره. بس امك شكلها عيان قوي، هي بقى لها كتير كده؟ من ساعه بابا الله يرحمه ما مات، وعيت اكتر بقى بعد ما عمي عمل اللي عمله. عمل ايه يا عم؟ هو انا مش حكي لك قبل كده؟ احتمال. انت ضايع على فكرة. قهوتك ايه؟ سادة يا ضايعة. الله، ده رقم بيتك. اصل انا موبايلي قاطع شحن، فقلت البابا لو عايزني يكلمني على موبايلك. الو. يا بابا. ايوه يا ند. مين؟ برنس؟ ايوه يا غبي. انت متأكد من العنوان اللي انت اديتهوني ده يا برنس؟ اصل انا رحت هناك ولقيت. ده انا لما اجي هديك بالجزمة. ليه؟ انا عملت ايه؟ اقفل. انت ازاي تكلم باباك بالطريقه دي؟ عشان غبي. يعني انت شايفاني بضربه؟ انا يا دوب بشتمه. اصل احنا العلاقه كده علاقه زماله بيننا وبين بعض، مالكيش دعوه. انا اسفه يا رضا، مش عارفه الشغاله خافت الفناجين فين. اسمها فناجيل. فناجيل. وبعدين انا متعود اشربها في كاس.
بقول لك ايه، ما تيجي اعزمك على العشاء بكره. بكره اوكي. بكره بولشيت بولشيت. عارفه يا ندى، انا مره قريت في كتاب صيني ان لو اتنين بيحبوا نفس نوع الاكل ممكن يرتبطوا. كتاب صيني؟ وانا مش فاكر هو كان صيني او ياباني، يعني مش فاكر قوي. هو كل اللي انا فاكره ان الكتاب كان عامل كده. ايه رايك في الاكل؟ انا مش عارف ادوقه لحد دلوقتي والله. الله يلا نمشي من هنا بجد، انا الاكل ده مخوفني. طب اصلا لك حاجه ثانيه. اطلبي لي ايه؟ عندهم قلقاس. قلقاس؟ انت بتحب القلقاس؟ انا ما بكرهش في حياتي قد القلقاس. اشمعنى؟ اصله عامل فيها بطاطس كده ومستفز. انا اكتر حاجه بكرهها في حياتي الحياه هي عمي. اشمعنى؟ عامل فيها خالك ومستفز برضه؟ الهي ينوكس، الهي ينشك، الهي يجيله يحط عليه، الهي يا رب يفطس ويولع ويموت. ليه عمل ايه عشان ده كله؟ ايه كل الدعاء ده؟ عمل ايه يعني ايه؟ ما انا قايله لك عمل ايه؟ مش فاكر. رضا انت ما عندك مشاكل، انت مجنون، انت بتنسى كل حاجه. انا حاسه ان انا بتعامل مع شخص عنده شيزوفرينيا. انت لازم تتعالج. ايوه لازم تتعالج، انا تعبت، انت بتتجنن. طب اهدي اهدي شويه، احنا في مكان ياباني يقولوا ايه علينا اليابانيين يعني دلوقتي. طب انا هقول لك على طريقه تريحك من اللخبطه دي خالص. ايه؟ بصي، لو لقيتيني بتكلم في الكوره او كده لازم تفوقيني. ازاي؟ لا وايه ده، الواد وائل جمعه ما خلاش جمال حمزه يلمس كوره، كوره واحده طول الماتش. الواد وائل جمعه ده واد مجرم. اللي قدامك دي هديه جايبها لندى عشان الفالنتاين. ايه انا ما جبتش ولا انا؟ ارمي يا ابني الهديه دي، محدش فينا جاب هدايا. طب ايه بس، ما هي كده هتزعل مني انا. هي عارفه انا من بعض، اذا كان ابوك نفسه مش عارفنا لحد النهارده. هابي فاكن فالنتاينز داي. ميرسي قوي يا رضا. يقول دي ايه دي؟ انا قلت مش معقوله واحده زي القمر زيك كده تبقى ماشيه ومعاش حاجه تحمي بيها نفسها. انا عندي سيلف ديفنس. هات يور سيلف ايه بس يا حبيبتي؟ ده العيال الشبيحه بيستخدموه مزيل عرق تحت بطاطهم. طب استخدمه ازاي؟ وريني اقول لك. حلوه الرقص دي. بصي زار الازرق ده. اي حد يضايقك كهربيه بيه على طول كده اهو. خلاص يا رضا خلاص، مصدقاك خلاص يا رضا. تحفه ريحته تحفه، ان شاء الله يعجبك. ميرسي. يو ويلكم. يو ويلكم. كده عدى خمس دقايق كفايه عليه كده صح؟ انا هطفي. معقوله نور يقطع؟ هابي فاكر فالنتاينز داي. رضا رضا. Happy birthday Valentine's Day. يا ابني ما انت لسه مديني واحده. شيخه دي هديه، ده دي احلى 100 مره. جبت لك خرزه حمراء عشان الحسد. حلوه قوي. اي خدمه. واو كمان عصير احمر، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه؟ يلا يا سمسم انسى انسى، على ما تنزل حط في النار. في ايه يا رضا؟ مش عارف مش عارف في ايه؟ ايه اللي انا شربته ده؟ في حاجة؟ مش عارف مش عارف مش عارف اقوم مش عارف اقوم زي العسل. شوف ده في سم مش عارف اقوم. هو النور بيقطع كتير في المكان ده ليه؟ مش عارف مش عارف.
ده في ناس دلوقتي شايفه ركبي مش في المفاصل. حسيت ده كان في سم ولا ايه؟ ايه يا برنس، بيبو مش عايز يقوم. يعني ايه مش عايز يقوم؟ مش عايز يقوم، لما نورت النور تاني برضو مش عايز يقوم. طب تعالى رضا. رضا اسكتي بقى شويه. رضا رضا ايه ده؟ ندى؟ ندى شعرها اسود. ايه ده؟ ايه ده؟ انت ايه اللي معادك هناك كده؟ انت ايه اللي معادك هناك كده؟ مش عارف. لا مؤاخذة يا جماعة، أنا آسف. حصل خير. مش عارف، مش عارف عملت كده ازاي. كل عيد حب وانت طيبة. وانت طيب يا ريت. ندى أنا آسف جدا، ما جبتلكيش هدية. انت بتهزر يا ابني، ماما اتنين اهو. دول انا اللي جايبهم صح؟ عجبوكي؟ ده كتير والله قوي يا رضا. شكرا شكرا. تيجي نرقص؟ ماشي ماشي اتفضل. يا برنس يا بيبو يا برنس. هو مين فيكو بيبو ومين البرنس؟ مش مهم، المهم ندى رقصت معايا وقالت لي انها مستلطفاني. مش ممكن. الله، طب ما قالتليش انا ليه، مع ان انا كنت معاها قبلك. ثانيه واحده، حياتلك انا مستلطفاك يا رضا ولا مستلطفاك يا سمسم؟ اكيد قالتلك مستلطفاك يا رضا. طب ما انا رضا. لا، احنا الثلاثه رضا. فيس فيس، يعني بتحبنا كلنا. انت بتحبها يا سمسم؟ وانت يا بيبو بتحبها؟ باين كده. عظيم عظيم. قعدت اقول لكم نبعد عنها نبعد عنها، محدش سمع الكلام ولا حتى انا. انتم مقدرين اللي احنا فيه؟ احنا الثلاثة بنحبها وده ما ينفعش. أنا غلطت يوم ما قلت لكم إن ندى تقبل الاسم على ثلاثة. حقكم عليا. سمسم. تعيط ليه انت دلوقتي؟ تعيط ليه؟ ايه عصام؟ ما انت اللي استفزتني يا اخي. كان زمانك عايش وبتضرب معايا. عيون ابو دي 20 جنيه. مش رادد يا عصام. مش هرد. محدش عايز يرد. ايوه ممكن اكلم رضا؟ حاضر، ثانيه واحده. في واحده بتقول انها عايزه رضا وبتعيط. بيس بيس. ايوه ندى. الحق يا رضا، موت موت. طب اهدي اهدي، انا جايلك دلوقتي حالا. خير يا برنس؟ في ايه؟ ندى مالها؟ ها؟ بلاك نيوز. This mother is very dying. ما عيان او شكلها هتموت. ساتر. هي ست. انا هروح لها.
هبقى اطمنكم بالتليفون. هو في ايه؟ للاسف الحاله كل شويه بتسوء ولازم تسافر في خلال اسبوع والا عرضت حياتها للخطر. على اذنك. ليه ما قلتيش ان امك مفروض تسافر تتعالج بره؟ هيفيد باني اقول لك ولا ما اقولكش؟ ما كنتش عايزه ادوش حد بمشاكلي. مش جايز الحد ده يكون عنده حل لمشاكلك؟ احساس زباله قوي انك تقف عاجز قدام اي حد بتحبه وما تبقاش عارف تعمل له حاجه. انت بتعمل معايا كل ده ليه؟